أربع سنوات مرت ولا تزال مشكلة الجسور في الموصل على حالها، وكل يوم يتكرر هذا المشهد. آلاف الشاحنات تبقى عالقة ليوم أو اثنين بين جانبي المدينة حتى يسمح لها بعبور الجسر، وما بين الحين والآخر يتغير الأمر ويغلق الطريق وتزداد المعاناة. طريق ماكو، بس هذا جسر الحرية. نصر ماكو، ما يخلونا فارغين وما يخلونا. قسم يجي يعبر واسطات، وقسم هذا الفقير يبقى. عمي احنا صارنا من الصبح واقفين، من الساعة 7 الصبح واقفين لحد الآن، والسيارات كلها شوف السيارة كلها واقف، واحنا كنا عند رزاق. أنا طالع رزاق وعندي رزق، إذا ما عبرت في الساعة راح يقطع رزق بعد أسبوع يلا حمل يجوز، بعد 10 أيام الله حمل يجوز، بس هسه أنا عندي رزق. نروح للنصور نبقى يومين ما نعبر، مرات أسبوع ما نعبر، مرات 3 أيام ما نعبر عمي. تعد الموصل حلقة وصل بين محافظات الإقليم ومدن الوسط والجنوب، وتمر بها آلاف الشاحنات كل يوم، شريان تجاري لم تبالي الحكومة المركزية به، والمحافظة تعاني من تراكماته، منها زخم الشاحنات في الشوارع وارتفاع كلف النقل، بالإضافة إلى الضرر الذي تسببه الحمولات الثقيلة على الشوارع التي تقف فيها بطوابير طويلة يصل طولها إلى عدة كيلومترات. خلي يحسون على العالم، يعني الجسر صار لأربع سنوات ما يقدر يسوون جسر واحد، والله حتى حرام حرام، يعني احنا ليش عايشين بهذا العراق؟ كان هنالك جسر عسكري عائم مخصص للمركبات الكبيرة، وبين الحين والآخر يخرج عن الخدمة أيضا بسبب الزخم عليه، واليوم تكدست آلاف الشاحنات للعبور من جسر واحد فقط الذي يهدده خطر هذه الحمولات، وفي حال تعرضه لأي ضرر سيصيب الموصل بشلل في حركتها التجارية. يعني موضوع جسر موضوع اتحادي، موضوع مستشفيات موضوع اتحادي، كان يجب أن يكون هناك ضغط على العاصمة بغداد من أجل الإسراع بهذا الموضوع. أهملت الحكومة المركزية ملف الجسور بعد تحرير المدينة، ومن بين 6 جسور خرجت عن الخدمة بسبب الحرب لم يعد سوى 2 منها إلى الخدمة، وما بين مطرقة الإهمال وسندان الإعمار المتهالك هذا هو الحال منذ سنوات. ثاني كبريات مدن العراق بجسر واحد فقط للشاحنات التجارية، وأحيانا حتى هذا الجسر يغلق، وأصحاب الشاحنات يقولون أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.